أحب المهرجين كثيرا. وأنا أيضا أحبهم يا أبي. أريد أن أرى دجاجة تخيفني مرة واحدة، سيفرحني ذلك كثيرا. سيدتي وسادتي، أقصد الدجاج الكريم. إليكم أول مرة من هذه الأرض العزيزة، مرورا بمدينة الثقافات العريقة. سيظهر أمامكم الآن المهرج موتشيني الرائع. شكرا جزيلا لكم. أريد متطوعا من الجمهور الكريم. اخترني اخترني، أريد المشاركة. ماذا يقول الصغير؟ سأجازف قليلا. يا لحظي السيء. حسنا أيها الفرخ الصغير، يا لك من شجاع. سنبدأ اللعبة في الحال، من فضلك ادخل إلى القبعة. إلى أين سيؤدي هذا؟ وكأنني لا أعلم. بعض العناصر الغذائية. وعود ثعلب. صار الطعام حاضرا. و احسنت، مرحلك. كيف على هذا؟ فتح زهر الجوري الاحمر. لا 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 تنقي. أحسنت، خدعة رائعة. شكرا. من يتطوع هذه المرة؟ أنا، اختارني أنا أرجوك. وما رأي الصغير؟ سأريك هذه المرة. محشو، مشوي، مغلي ببطء. سأحضر طعامي تحضيرا سريعا. تران. حسنا، سيكون لدينا مرق الدجاج الشهي. انظروا. مرحبا. أعطني تلك. مدهش، كيف قمت بهذه الخدعة الرائعة؟ انظروا، سيقسم المسنن الحاد الدجاجة قسمين، ثم يشويها ببطء على نار هادئة خيالية. لماذا لا تقوم باختياري؟ سأرحل. أرني ماذا ستفعل. سأتولى القيادة. أحسنت يا بني. لا. يجنن.
هذا يكفي، سأحطمك أيها المهرج الصغير. مزيدا يا موريس. اختر بطاقة، أي بطاقة. أعلم أنك تخفي خدعة وراء هذه البطاقات الملونة. هنا أم هنا؟ مرحبا مرحبا مرحبا. ترى هل يخفي هذا الصغير المزعج مفاجآت أخرى؟ الحبل بالفأس. يؤسفني ذلك أيها الثعلب، إلى اللقاء. أحسنت يا موريس، ولكن ألن تنفذ خدعة الاختفاء؟